مشاهدينا رح نبقى نقلب برزنامة التاريخ ونرجع شوية لورا واعتاد البشر منذ القدم على الترحال من مكان لآخر وإقامة علاقات تجارية مع من جاورهم متبادلين السلع والمهارات والأفكار والثقافات والمعارف ودروب للتجارة تشابكت وترابطت مع الوقت لتشكل ما يعرف اليوم يا عفاف بتسمية طريق الحرير. صحيح هايدي، واليوم طريق الحرير ترك أهمية كتير كبيرة داخل سوريا وعبر المحطات، وأيضا ترك إرث، ولعل الإرث يلي تركه طريق الحرير اليوم هو دوره بتلاقي الثقافات وتيسير المبادلات بينها. وللحديث أكيد مفصلا عن طريق الحرير وتاريخه وأهميته الثقافية لليوم وكتير أجوبة رح يجاوبنا عليها الأستاذ عبد الرزاق الحمصي، باحث ودليل سياحي. يسعد صباحك استاذ، واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك استاذ، واهلا وسهلا بحضرتك. خلينا بدايه نروح لتاريخ التجاره بسوريا ونتعرف اكثر عن تاريخ طريق الحرير. هلا طريق الحرير اللي معتمد علماء الاثار قرروا يقولوا هو بالقرن الثاني قبل الميلاد، يعني 200 قبل الميلاد ل 1600 بعد الميلاد. بس التجارة بسوريا، سوريا سيطرت على طرق التجارة بالعالم من 5000 سنة في مدينة ماري الألف الثاني والثالث قبل الميلاد. وأنا دائما بذكر إبلة. إبلة 5000 سنة عمرها، سيطرت إبلة على طرق التجارة بالعالم وربطت البحور الخمسة من 5000 سنة. إبلة كانت، أنا بذكرها كثير، هي مدينة محاطة بالأسوار لها أربع بوابات، الأربع بوابات تبعها كانت أربع أسواق، وحتى كان يحكوا اللغة الإبلائية وعلموا السكان لغة ثانية الأكادية. الأكادية هي لغة الأعمال والتجارة بذاك الوقت، يعني كانوا يحكوا لغتين. كان في مدرسة لتعليم اللغات الأجنبية بإبلة لأنه يتواصلوا مع التجار. إبلة 5000 سنة طبعا كانت تستورد الأحجار الكريمة والذهب تصنع، وكانت طبعا تصدر الحرير من هذاك الوقت. كانت تصنع من النسيج مصنوع من القطن ومن الكتان ومن الصوف. والشغل الاعجاز تبع إبلة بالنسبه للصناعه انه كانت تطرزه بخيط ذهب اللي بنقول له بروكار هلا، عمره 5000 سنه. وكانت كمان طبعا كانت تصنع المفروشات مطعمه بالصدف كمان من 5000 سنه، وهذا موجود بارشيف إبلة الشهير. هاي من 5000 سنه. بالألف الثاني قبل الميلاد كمان السوري سيطر على حوض المتوسط بالكامل، الفينيقي بالكامل. أوغاريت كانت مسيطرة على 300 موقع حوض المتوسط بالكامل، وكانت تصنع طبعا أوغاريت. والفينيقيين صنعوا البواخر، القوارب، كانوا يصنعوا قوارب بدون معدن، كان التربيط بالخشب، كانت تصنع بأرواد وطرطوس. هاي منظر بانورامي، منظر بانورامي للحضارة الفينيقية. هو الفينيقي كمان أخذ نشر الزجاج بالعالم، الزيتون والأبجدية طبعا والموسيقى والألعاب الرياضية. الفينيقي بعمريت أول ملعب 1600 ميلاد. هاي عم احكي شيء عن التاجر السوري قبل ما يسمى طريق الحرير. في عالم ألماني هيرمان ألف كتاب 1910 أطلق على الطريق اللي موجود بين الصين وسوريا طريق الحرير 1910، وبدأ يحكوا إنه بطريق الحرير. في ميزة بسوريا مهمة جدا. هلا طريق الحرير مرق بعدة مدن بالعالم، بدأ بالصين وبالهند وبأفغانستان وإيران والعراق وسوريا، انتقل لأوروبا ولمصر واليمن، طريق جنوبي. بس بسوريا كان المحطات الرئيسية طريق الحرير كان في 10 محطات. إذا بتحبوا بنستعرضهم هدول 10 محطات. أول شيء لعددهم هن دورا أوروبوس بشرق سوريا، الرصافة، تدمر الشهيرة، حمص، حما، أفاميا، حلب، طرطوس، دمشق، بصرة.
خلينا نمرق على واحدة واحدة. تفضل. لأنه هدول كتير كتير مهمين وكلهم لهم دور حضاري. طريق الحرير مثل ما ذكرته هو مو طريق تجاري فقط، هو طريق ثقافي. يعني الثقافة السورية واللغات السورية واللغة الآرامية انتشرت بطريق عن طريق الحرير. دورا أوروبوس أول موقع بسوريا بشرق سوريا على نهر الفرات. دورا أوروبوس هي كانت مدينة عمرها 300 سنة قبل الميلاد، بس العصر الذهبي من القرن الأول للثالث الميلادي، وكانت مرتبطة بتدمر طبعا، وكانت مدينة تجارية متعددة الثقافات. يعني وجدنا بدورا أوروبوس عدة معابد يوناني وروماني وكنيسة يهودي وكنيسة، تقريبا أكثر من 20 معبد وكلهم مزينين باللوحات الرسومات اللي يقولوا له فريسكو. فإذا هي أول محطة، وطبعا كان فيها خانات لإقامة التجار وكان في مياه. هلا التاجر السوري إنه كان يهتم إنه اللي بده يجي لسوريا أهم شيء نأمن له الإقامة والمياه. كان يحفروا آبار يعملوا له مياه وحمامات وإقامة اللي هي الخانات. الموقع اللي بعد دورا أوروبوس الرصافة. رصافة كانت من أجمل مدن العالم، محاطة بأسوار مبنية بحجر مثل كريستال، بتلاقي عم يضوي بالشمس، وطبعا كان فيها خانات وأمنوا 4 خزانات مي ب 29 متر مكعب، 20,000 متر مكعب تجميع مياه الأمطار، لأنه أهم شيء للقوافل أنه المياه والأمن، كان يأملوا له الحماية، كمان يأملوا له الحماية. وحفروا آبار، حفروا آبار بالطريق من الرصافة من دورا أوروبوس للرصافة لتدمر. تدمر درة طريق الحرير أهم محطة. القوافل اللي كانت تجي من الشرق من الهند ومن الصين من إيران تجي لتدمر، وكان يجي قوافل من أوروبا كمان يجي لتدمر، وقوافل من مصر واليمن كمان يجتمعوا. مو شرط اللي بده يجي من الصين يسافر لأوروبا أو اليمن دغري، كان يتبادلوا البضائع بقلب تدمر. وتدمر كان فيها مثل مركز جمركي أو مديرية المالية أو وزارة مالية، اكتشف فيها حجر ضخم طوله 5 متر ارتفاعه 2 متر، أول تعريفة جمركية بالعالم مكتوبة بالآرامي وباليوناني. هذا الحجر موجود حاليا بسان بطرسبورغ بمتحف الهرميتاج بروسيا. تدمر يعني حدث ولا حرجية أهم مدينة، أي حركة للتاجر كان يدفع ضريبة. أهل تدمر صاروا أثرياء جدا وكانوا متعلمين. التدمريين كلهم كانوا يحكوا 3 لغات، الآرامي واليوناني والمصري القديم. ثقافة عالية وثراء، والمنحوتات التدمرية هي نحن الوثائق تبعنا عن تدمر هي المنحوتات التدمرية الشهيرة جدا. وكان يجي لتدمر طبعا الحرير، بس هي كمان كان في تدمر حرير. بعد تدمر حمص. هلا الحمص للأسف في زلازل خاصة بقرن 12 دمرت كل المعالم تبع حمص. في معلم رئيسي هلا بنشوفه انه كنيسة أم الزنارة اللي عمرها 2000 سنة في خالد بن جونيد. بس حمص كانت هو تقاطع طرق مهم جدا. للأسف يعني أغلب المعالم تبعها راحت بالزلزال بقرن 12 واللي ما بعد قرن 12. بعد حمص حما. حما كانت مكشورة بالخانات، معروفة كتير بالخانات وطبعا النوعير. على فكرة عن طريق الحرير نقلنا أنظمة الري والنواعير للصين بعدين لإسبانيا. طريق الحرير أخذ هالتقنية هاي ونشرها بالعالم. هي بدأت بحما للألف الأول قبل الميلاد، الآراميون يلي أول ما ابتدعوا النواعير وضخ المي لما كان مرتفع، وهذا نقلناه عن طريق الحرير للعالم. بعد حما في أفاميا. أفاميا كتير الناس بتعرفها، هي كانت أضخم مدينة بالعصر البيزنطي والروماني. كان عدد سكانها 500,000، بقية المدن كانت 20,000 30,000، كان عدد سكانها 500,000، وكانت مدينة تجارية صناعية ثقافية علمية هائلة جدا. بكفي انه الشارع الطويل اللي فيها طوله 1850 متر، شارع أعمدة وموجود. هلا يمكن حطيت انا بعض الصور عم تمرق عن طريق تدمر.
بعد أفاميا طبعا حلب، حلب حدث ولا حرج. يعني أنا بقول إنه ثلاثة المهمين بطريق الحرير على مستوى العالم، حتى مو بس على مستوى سوريا، تدمر، حلب، دمشق. حلب مدينة صناعية تجارية كانت وما زالت من 5000 سنة، يعني الخانات اللي فيها بتشهد، والسوق القديم اللي طوله 10 كيلومتر مع تفرعاته. هلا الحمد لله دمر هو بالاحداث تقريبا 6 مقاطع اعيد بنائها، وعم عم يشتغلوا. في المقاطع اللي اعيد بنائها يمكن عم تورد بالصور هلا على الشاشه. حلب كثير مدينه، يعني اقوى مدينه بطريق الحرير تجاريه، وما انقطعت التجاره فيها من 5000 سنه لليوم. يعني حلب حدث ولا حرج، وقت تقول حل الصناعه والتجاره وكذا هي حلب. حتى استمر طريق الحرير مهم. من قرن 16 بدأت قنصليات تجارية أوروبية تفتح بحلب، وفي اتفاقات تجارية بين أوروبا وحلب. أحد الاتفاقيات 1207 بين البندقية وبين ملك حلب، الملك غازي كان بهذاك الوقت، صار اتفاقية تجارية، وفي عنا وثائق عنا. يعني حلب كثير موقع مهم. بننتقل من حلب لطرطوس. طرطوس هو الطريق البحري لطرطوس، كثير مهمه. السفن اللي كانت تجي لطريق الحرير تاخذ بضائع من طرطوس او تسلم بضائع لطرطوس مشان تنشرها بكل انحاء المنطقه، تبيعها بكل انحاء المنطقه، وارواد. كل السفن كانت وقت تجي بعد ما تتبادلوا البضائع كان يرمموها بميناء أرواد. يعني طرطوس وأرواد هدول التنتين كتير كانوا مهمين بطريق الحرير. مننتقل للمدينة كمان مهمة جدا جدا جدا، دمشق. دمشق يعني مثل ما قلت حلب تدمر ودمشق، هدول الثلاثة كتير مهمين بطريق الحرير كانوا وما زالوا. دمشق كلها أسواق، كلها أسواق. هي حتى معبد جوبيتير اذا بتسمعوا عنه كان محاط باروقه، بين الاروقه كان في اسواق، يلي بيدلوا له سوق الحميديه هلا. من 2000 سنه كان سوق اسمه جوبيتير. وقت عمروا القلعه قاموا القسم الشمالي منه، رجع التاجر الدمشقي تقريبا من 200 سنه، التاجر الدمشقي هو اللي عمره، اعاد بنائه. اشترطوا السلطات العثمانيه ذاك الوقت انه يحمل اسم السلطان عبد الحميد، بس التاجر بعد ما خلصوا التجار دمشق إعادة بناء هذا السوق اللي اسمه سوق جوبيتير، المحتل العثماني طلبهم بضريبة، كل محل بيدفع ضعف حقه وإلا بيصادره. يعني ماله عثماني، سوق تقليدي دمشقي. كل الأبرق حتى بالجنب الثاني لجامع الأموي في سوق الإمارية كمان، هذا كان سوق مهم، كان شارع أعمدة وفي أروقة وفي محلات على الجنبين. بعد فترة تقريبا من شي 1000 سنة بدأ يقولوا له سوق الهند. لسه الهند كان التاجر الهندي يجي عن طريق الحرير ويبيع البهارات بهذا السوق. لذلك التزاحم كان التجار الهنود سموه سوق الهند. كان يتبادل البضائع مع التاجر الهولندي أو الأوروبي، يعطيه أوبلين ويأخذ منه بهارات. حتى دمشق كان فيها خانات مهمة جدا، وكان فيها قصر الأبلق يلي هو تكية سليمانية بيقولوا له هلا. قصر الأبلق هذا كان مكان لإقامة كبار التجار. هلا في عندي وثيقة لرسام تقريبا نهاية قرن 15، هاي وقت توقيع اتفاقية بين تجار دمشق وتجار البندقية. يعني هاي من قرن 15. هو حاليا بيقولوا له تكية سليمانية، أعيد بناؤه. الكيس سموها تكية سليمانية، وكمان هي ظلت خان لإقامة تجار وتبادل البضائع. واللي بنى تكية سليمانية هو مهندس معماري أرمني اسمه سينان باشا. عدينا كل المحطات هلا استاذ؟ لسه في وحدة. هلا دمشق لسه كان فيها كثير بدنا نحكي عنها، بس بنحكي على آخر محطة يلي هي بصرة. بصرة كانت كثير كمان مهمة، خاصة من الألف الثاني لمرحلة طريق الحرير، كانت مدينة تجارية صناعية وروحية.
يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجي بتجارته لبصرة قبل ما يستلم البعثة أو الرسالة، كان يجي بتجارته. حتى في شارع هلا بيقولوا له شارع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبصرة كانت تهتم بالتجارة، وساوت سوقين ضخمين، كلها سوق بصرة، بس في سوقين ضخمين، سوق تحت الأرض وسوق فوق الأرض. ليش سوق تحت الأرض؟ بالصيف ممكن يستخدموه، ممكن الصيف يستخدموه السوق تحت الأرض، أو بالشتاء بالحر الشديد محمي. وكانت مدينة تجارية، كانت على تواصل مع كثير مدن بالعالم. هلا أنا بدي نوه، نحن عم نقول على المواقع طريق الحرير بسوريا الحالية، مو بكل سوريا. أنطاكيا، أنطاكيا السورية كمان كانت محطة مهمة. بنحكي على مدن فلسطينية، كل المدن الفلسطينية كانت مهمة. هلا نحن سبق إني قلت إنه مصر وسوريا، يعني حدود سوريا مع مصر كانت بالألف الثاني قبل الميلاد هي سيناء، وأهم محطة كانت هي غزة، وحصرا رفح. رفح مدينة تجارية كتير مهمة. هلأ بدي نوه على قصة كتير كتير مهمة. أكثر من 2000 سنة التاجر السوري كمان ربط كل المدن السورية بطرق مرصوفة بالحجار عرضها 5 أمتار. هذا إعجاز، عرضها 5 أمتار، شبكة بتغطي كل المحطات اللي قلت عنها هي. وخاصة هلأ في طريق كان من أنطاكيا لمدينة حلب، لبوابة مدينة حلب، لبوابة مدينة حلب، كان يقولوا له هذا طريق أنطاكيا مربوط، وحتى ربطوا بدمشق. هلأ في قسم من الطريق موجود بشمال غرب حلب، وفي طريق أنا كلهم زرتهم ومشيت فيهم هذول الطرقات. في طريق بجنوب سوريا، بجنوب دمشق عفواً، جنوب دارية، بكنيسة كوكب، تحت كنيسة كوكب في طريق موجود هذا جزء منه. فإذا هذا كان إعجاز، يعني أمور لا تصدق. كيف بنوا هالطريق هذا غطى كله؟ حتى الرصافة اللي قلت عنها سميت الرصافة بسبب الطريق المرصوف يلي وصل من حلب للرصافة. هذا كله في إعجاز بصنعاء. والتاجر السوري ما شاء الله كان وما زال لساته. في شيء لسه في معي وقت كمان نحكي شيء؟ تفضل اذا فيك تضيف شيء تفضل. قديش معي وقت؟ معنا دقيقتين ننتقل على موجز الاخبار. خلينا نتعرف اذا ممكن. هلا نحن دائما بحكي بالتاريخ، التاريخ ضروري نعرفه لانه هي جذورنا وهويتنا. طبيعي احكي بالتاريخ وحضل احكي بالتاريخ حتى بالوقت الصعب. حتى بالوقت الصعب في شغله مهمه بيسالوني، وين التاجر السوري حاليا؟ التاجر السوري وينه هلا؟ التاجر السوري موجود. هلا بداية القرن الماضي بسبب الاضطهاد العثماني خاصة للسريان والأرمن، كتير كان في هجرات للتجار السوريين والعقول السورية لخارج سوريا. هلا بتروح على ميشيغان، ميشيغان فيها تجار سوريين تقريبا لهم دور كبير بالاقتصاد، بميشيغان، بكندا، ببريطانيا، بمانشستر سيتي، بألمانيا، بدبي، بمصر. السوري يلي برات سوريا او التاجر السوري يملك كتله هائله من الماليه. تمام، هائله. والتاجر السوري لساته عنده انتماء لسوريا. وهذا يعني هاي الماده بس هيك نحن لانه خلص وقتنا معك استاذ، وان شاء الله بحلقات قادمه بنرجع هيك بنحكي، يعني الحديث يطول عن تاريخ اكيد طريق الحرير. شكرا كثير لك. شكرا لكم. اكيد شكرا لك استاذ عبد الرزاق حمصي، باحث ودليل سياحي، واكيد لنا محطات قادمه مع حضرتك لنضوي اكثر عن معلومات مهمه بتخص تاريخنا. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لكم.